النهارده حبيت ادلع الوصفه شويه، ان انا هعمل رز بسمتي ابيض، مش هدخل له اي لون لان انا عايزاه ابيض بس. اما اجي اقدمه هقدمه معاه حمص، والحمص ده هيبقى متبل لوحده بره كده، واما اجي ساعه التقديم هعمل طبقات من ده ومن ده. طيب تعالوا نشوف مقادير الرز بتاعتنا بتقول ايه. والحله عندنا سخنه علشان تطلع لي الرز على طول، والميه كمان مغليه علشان تسوي لي الرز في ساعتها ياخد معايا ربع ساعه. مقاديرنا بتقول ان احنا معانا ايه؟ لعمايل الرز معايا 5 كوبايات رز بسمتي ابيض، والنهارده مستخدمه الابيض علشان انا عايزاه يطلع بنفس لونه، مش هحط له اي اضافات ولا اي لون. بصلايه مفرومه، زبده وزيت، كزبره ناشفه وبابريكا وكمون وملح وفلفل اسود. التوابل دي للرز؟ اه يعني البابريكا والكمون والكلام ده كله للرز. تطعيمته هتبقى تحفه، انا مش عايزه ان انا باكل رز مسلوق. طيب الحمص بقى اللي انا هطعم بيه الرز، بصوا بقى معايا 2 كوباية حمص مسلوق، طماطم مبشوره وثوم مفروم، ونفس التوابل اللي انا حطيتها في الرز اللي هي البابريكا والكمون والملح والفلفل الاسود هبدا ان انا احطهم برده مع الحمص لوحده. يبقى انا كده محتاجه ووك تاني على النار او طاسه عشان اعمل فيها الحمص. طيب هنبدا الاول في عمايل الرز. حله سخنه وهستخدم زبده، يبقى لازم الزيت يتحط الاول. بسم الله، ادي حبه من الزيت ونحط عليهم الزبده بالشكل ده كده، والميه تكون مغليه اللي هستعمل فيها اللي هستعملها للرز علشان ما تبقاش ان هي تاخد معايا وقت في التسويه، وفي نفس الوقت انا مش عايزه حته ان هي تحصول لي الرزايه او الرزايه بتاعتي تطلع مكسره. حطينا كده الزيت والزبده، انزل بالبصلايه تبقى مفرومه ناعم، اشوح كده بابريكا وما اخدهمش كلهم علشان التوابل دي هيتاخد منها للحمص، كزبره، كمون، ملح. حد هيقول لي الملح ده كتير؟ لا المعلقه اصلا صغيره خالص. وادي فلفل اسود، ده كله كده لتشويحه الرز او لتسويه الرز. بعد ما تشوح معايا كده والبصلايه دبلت، انا مش عايزه ان هي تتحمر، مش عايزه حاجه زي كده، يا دوب تدبل. اروح نازله عليها بالرز بتاعنا اللي هم 5 كوبايات من الرز، اتغسل علشان مسك، احنا صفيناه وسبناه فالميه مسكت. اه ما انت بيقول لي ليه الرزايه ماسكه كده وفي بعضها؟ علشان احنا صفيناه فهو مسك من الميه. ده مغسول ومنقوع نص ساعه وبعد كده صفيناه بالشكل ده. ارجع بعد كده اشوح بقى مع كل الحلويات اللي احنا عملناها اللي هو البصل والتوابل بتاعتنا بشويه الزبده والزيت. الميه احنا محضرينها تكون مغليه، ما تبقاش بارده ولا تبقى من الحنفيه، علشان مجرد ما نسقط الميه المغليه احسبي على الساعه بتاعتك ربع ساعه بالظبط. ريحه الرزايه هايله، بصوا اللون، بصوا شكلها عامل ازاي، ده من البصلايه اللي احنا حطيناها والتوابل بتاعتنا. ادي الميه المغليه، دول 5 كوبايات رز هنحط عليهم 10 ميه. بسم الله الرحمن الرحيم، علشان انا معايراهم. ايوه انا كل كل مره ببقى بحب ان انا دايما وانا شغاله يعني اذكر الله، فكل مره بروح ماسكه الكوبايه واملى كوبايه كوبايه واقول الله واحد ملوش تاني. ده انا بحس دايما ان في بركه في الاكل، لكن النهارده رغده ايه ريحتني شويه وراحت حاطه مقدار الميه كله في الكاتل، يعني عايرتهم وحطيتهم في الكاتل يغلوا عشان احطهم مره واحده. تسلم ايديك يا رغده. بص كده شكل الميه عامل ازاي، او شكل العقد بتاع الرز عامل ازاي. مجرد ما سقطناه كده احسبي على ايدك يا رغده ربع ساعه، ربع ساعه بالظبط، والرز اللي قدامكم ده ان شاء الله يطلع مستوي وتمام وزي الفل. خد وقت معانا ما خدش وقت معانا، حضري حاجتك قدامك وانت شغاله زي ما احنا ما بنعمل كده، قطعي الحاجه كلها قدامك هتطلع معاكي زي الفل واسهل منها ما فيش. طيب قبل ما نطلع فاصل يا مونتي، بص بقى كده معايا، عندي حبة زيت والوك عندنا سخن،
وادي الحمص بقى، انا عايزه تطعيمه حلوه كده بشكل كويس بلون حلو علشان ابدا ان انا اقدمها مع الرز. هعمل ايه؟ هعمل كده والزيت سخن، واروح خلوا بالكم ان هو سخن، فاول ما ينزل التوم هيبدا يتحمر معايا على طول، انا مش عايزاه يتحمر. بسم الله. هعمل كده، ومجرد ما يطلع الروايح الحلوه بتاعته من غير ما يتحمر اروح نازله بالطماطم. حبه من الكزبره، حبه من الكمون، حبه من البابريكا. عايزه تحطي له فلفل حامي ما عنديش مشكله، يعني عايزه تحطي فلفل مفروم حامي هيديكي تيست حلو قوي. شويه من الملح، سنه من الفلفل الاسود. كده نفس التطعيمه اللي مع الرز حطيناها مع الحمص. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. انزل بقى بالحمص. بسم الله ما شاء الله. بصوا المنظر، واسيبه يشرب شويه من كل المكونات ديت على النار. وطبعا هو في تكايه، فانا عايزه ايه التكايه دي ايه تروح في التسويه. بس يعني حبه حمص على الرايق قوي. تسلمي. الرز بقى نبص عليه قبل ما نطلع كمان فاصل. حرمش منك. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. انا قلت ربع ساعه وهيكون استوى. مش عايزه ترفعي عليه الغطا اساسا، بعد الربع ساعه هترفعي الغطا، بعد ربع ساعه تلاقيه متشرب ميته وفاضل له دقيقتين ثلاثه بس، وتشرب ميته ورحت موطيه عليه. بسم الله. شايفين المنظر؟ فاضل حاجات بسيطه قوي بس، ونبدا ان احنا نقفل عليه. لسه ما عداش الربعايه، يعني هو لما تخلص الربعايه ان شاء الله هيبدا ان هو يكون استوى. والحمص هو ربع ساعه بالظبط، لو الميه مغليه والرز منقوع نص ساعه، ربع ساعه بالظبط على النار يكون الرز مستوي. الحمص تمام وزي الفل اهو. كل اللي عملته في الفاصل حطيت عليه شويه شط بس. عايزه تبداي تحطي، عايزه تبداي تحطي فلفل حامي مفروم او اخضر زي ما انت عايز، بس هيطلع معاكي في منتهى الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. كان لسه محمد بيقول لي ان فاضل 3 دقايق على الربع ساعه، كده عدوا الثلاث دقايق. بصوا المنظر ده، كده تمام كده زي الفل. طيب هغطيه واحطه على الحل واغطيه واسيبه على العين؟ لا، انا هشيل الغطا بتاعه وهسيبه يتهوى كده. شلت الغطا وسبته يتهوى بالشكل ده علشان انا هقدمه دلوقتي على طول. لكن لو هو لسه قدامه تكايه او لسه قدامه شويه وانا مش هقدم دلوقتي هبقى اغطيه، لكن ادام هقدم دلوقتي انا مش عايزه ان هو يتغطى وهقدم على طول لان هو مستوي. في عندي طاجن اهو، هروح ماسكه كده حاطه في الارضيه حبه من الحمص. حمص طبعا احنا متبلينه وعاملينه بثوم وعاملينه بطماطم مبشوره بالشكل ده كده. ابدا بعد كده هروح جايبه الرز حطاه عليه. كده طبعا حته التقديم دي بترجع لحضرتك زي ما انت عايزه. حاضر. بصوا كده ببدا ان انا اعمل الحمص كده على الحرف عشان انا عايزاه لما اجي اقلبه يبقى الحرف بتاعه باين. ابدا احط الرز بعد كده واسيبه شويه، مش هقلبه دلوقتي علشان يبدا ان الطاجن بتاعنا كله يمسك مع بعضه عشان لما يتقلب ان شاء الله ما يفكش. وحتى لو فك مننا ده شيء طبيعي، احنا مش في كلية هندسة ولازم الحاجة تطلع بالمسطرة يعني. بنبقى مبسوطين ان الحاجة طلعت مظبوطة وان هي ما اتقلبتش، بس ده شيء طبيعي يعني. في حاجة اسمها جاذبية، في حاجة اسمها عوامل طبيعية، فاحنا مش انسان آلي لازم نعمل الحاجة زي الكتاب ما قال. خالص.
بصوا كده ببدأ ان انا اعمل كده واسيبه ان هو شويه كده قبل ما تقدمي، يعني ما تعمليش المنظر ده لو انت هتعمليه عندك وتقلبي في ساعتها، لا سيبيه كده شويه علشان كل المكونات تبقى ماشيه مع بعضها تمام وزي الفل. عايزه بقى تعملي في صينيه كبيره واطباق مثلا ترصيها جنبك كده وياخدوا على قد ما هم عايزين، ما عنديش اي مشكله. عايزه تعملي الرز لوحده في طبق وتحطي الحمص لوحده في طبق وهم ياخدوا من دوت على ده، ما عنديش اي مشكلة.